لمعرفة القيمة الغذائية للمنتج الغذائي، يمكنك الاطلاع على غلاف المنتج والذي يحتوي على 1. الادعاءات التغذوية، والتي قد تكون في بعض الأحيان مضللة للمستهلك. فعلى سبيل المثال، الزيت النباتي يتم تصنيفه على أنه خالي من الكوليسترول، بينما هو في الأصل لا يحتوي على الكوليسترول. 2. جدول القيمة الغذائية. اختر المنتج الذي يحتوي على نسب منخفضة من السكر والملح والدهون. 3. قائمة المكونات. يتم ترتيب المكونات حسب وزنها بالتدريج من الأكثر إلى الأقل وزناً. اطلع على قائمة المكونات لتتأكد من ذكر الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة أو دقيق القمح الكامل في بداية القائمة بدلاً من السكر أو الدقيق الأبيض. اختر المنتجات الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف. ابدأ الآن تناول طعاماً صحياً.